المباراة. يبقى آخر فوز للمنتخب البرازيلي تصفيات كأس العالم سبتمبر 2009، وكانت النتيجة 3-1 للتفوق البرازيلي. لكن هنا انطلاقة، ممكن ميسي، ممكن ميسي، الله، جول! ولو إن متأخر، ولو إن متأخر، جولي متأخر، أحسن من لا يأتي أبدا. أتى الهدف المتأخر من المطلوب الجماهيري الكبير. ميسي يتقدم، ميسي وينطلق، ميسي وحطها في الزاوية. لاحظ العمل، واحدة ثانية الثالثة راح تكون الآن. لاحظ الانطلاقة، تقدم ومر من الجميع. فعل مثل ما فعل مارادونا بالضبط في عام 1990، انطلق هو، ولكن هو سجل، مارادونا ما سجل. مارادونا بصاها الكنيديا، ولكن هنا انطلق، هنا تخلص، هنا تقدم. وأهم ما في الموضوع وين حطها، حطها في الزاوية اليسرى. وبالتالي ميسي يلبي رغبة الجماهير بالتألق، لأنه هو اللي لفت الأنظار من المشجعين والأنصار في الملعب في التدريب.